مكملين معاكم فقراتنا وزي ما قلنا النهارده في المقدمه معانا فقره خاصه جدا عن شارع محمد محمود وهو احد الشوارع المؤديه لميدان التحرير طبعا اسم محمد محمود سمعناه في كل وكالات الانباء العالميه والمصريه الاسبوع الماضي بشكل كبير جدا وده كان نتيجه الاحداث المؤسفه اللي حصلت فيه والمعركه اللي دارت ما بين ضباط قوات او ضباط وزاره الداخليه وبين ثوار ميدان التحرير مين هو محمد محمود صاحب هذا الشارع ايه تاريخه وايه علاقته بالحياه السياسيه في مصر ده اللي هنعرفه النهارده من المؤرخ استاذ احمد كمالي رئيس تحرير مجله ايام مصريه صباح الخير يا فندم اهلا بحضرتك أهلبي. مين شارع محمد محمود محمد محمود هو صعيدي من اسيوط وبالتحديد من منطقه اسمها ساحل سليم كويس هو تلقى تعليم بسيط جدا يعني تعليم ثانوي وبعد كده طلع كابناء الاسر الغنيه هو طبعا من اسره ثريه جدا في الصعيد <applause> وطلع كمل تعليمه في انجلترا في <applause> في جامعه اكسفورد <applause> ورجع مصر هو نظرا لان والده محمود باشا سليمان كان شخصيه مهمه جدا في الصعيد يعتبر من اغنى اغنياء الصعيد في هذا التوقيت <applause> كويس في اوائل القرن العشرين والده كان مهتم جدا بالتعليم الصناعي وبرع له بعدة الاف من الجنيهات عشان انشاء مدارس صناعية تعلم تعليم فني في الصعيد م -م. عايز اقول لك ان في الوقت ده كان البيضة بمليم احنا بنتكلم على وساعات الاثنين بيضة مليم يعني يعني الجنيه كان يساوي 500 جنيه فلما الراجل يعني بالعصر بتاعنا دلوقتي فلما الراجل يدفع يعني الاف الجنيهات ألاف ده يعني احنا بنتكلم بنتكلم على مبالغ ضخمه جدا م -م. كويس آه هو محمد محمود تولى يعني لما رجع مصر تولى عده مناصب مدير مدير لمديريه البحيره هو لفظ يساوي النهارده محافظ البحيره مم. كويس تولى مدير مديريه البحيره وتولى مدير مديريه الفيوم مم. كويس وبعد كده اشترك في عده تشكيلات وزاريه فتولى مجموعه مناصب لكن انا في الحقيقه قبل ما اوصل يعني انا اللي كمان هرجع بحضرتك آه. آه. ورا شويه يعني هو محمد محمود هو ابن من ابناء عائله ثريه مش عائله سياسيه لا هو في الحقيقه البداية. والده محمود باشا سليمان كان شخص محب للصعيد وشارك في ان هو يضخ في اموال لتنميه الصعيد في في اهتمامه بالتعليم الصناعي لكن في الحقيقه محمود باشا سليمان في حكاية تروى عنه حتى هو محمد باشا محمود كان دايما يقولها بس هي في الحقيقة ملهاش سنة تاريخي هو حصلت مظاهرات في مرة ضده فلما راحوا له عنده فقالوا له يعني ايه بيهتفوا ضده فقال لهم فطلع لهم قال لهم انا ابن الذي عرض علي عرش مصر فابى احنا عندنا واقعة تاريخية ملتبسة جدا في التاريخ بتاعنا وما يعني واثيرت لغط كتير فيها مم. قال له في سنة 1914 انا كان عندي حاكم البلاد الخديوي عباس حلمي الثاني أيوه. بريطانيا كان احنا مصر كانت تحت الاحتلال مم. فبريطانيا اعلنت الحماية على مصر ومنع دخوله مصر وجابت بداله عمه السلطان حسين كامل فهنا م. عملت تغيير في, في قرار ورث العرش اللي هو كان عامله السلطان العثماني قبل ما يجيبوا السلطان حسين كامل طلعت يعني المفروض إن في إشاعتين حصلوا في الموضوع ده هو م. في كلام على إنهم كانوا يجيبوا اغاخان يحكم مصر م. كويس وكان في الواقع اللي هو حكاها محمد باشا محمود قال إن أنا أبوي عرض عليه العرش لكن رفض بس هو م. كان جايبها إيه أبا يعني ما يعني يعني اباء كده وشمم لا انا ما مش, مش عايز هذا العرش لكن في الحقيقه هذه الواقعه ما فيش يعني سنة تاريخي خاص بيها يعني ما فيش فيش حاجه تقارير بريطانيه بتقول انه احنا عرضنا العرش على محمود باشا سليمان وحصل مفاوضات ونوع قال كذا وكذا لا لا ما, عندناش الحكايه دي لكن هو كان يدل على مدى اهميه الرجل وعلى فكره هذا الرجل محمود باشا سليمان لعب دور مهم جدا في قياده الوفد المصري لما سعد الصغلول كان في اوروبا وفي كان بيدفع من جيبه كتير قوي لقياده الوفد وكان عنده عمليه تنظيميه لا باس يعني كان بيدعم الحركه السياسيه في مصر مليان اه محمود باشا سليمان اه محمود انا اسمه محمد محمود اما أم سافر سافر لاكسفورد بيقولوا ان هو من اول المصريين اللي درسوا في جامعه اوكسفورد. والله شوف هو هو فكره السفر لاوروبا بصفه عامه مم. العائلات السريه في مصر كانت بتبعت بتبقى ترسل بابنائها عشان يستكملوا تعليمهم في اوروبا واحنا أيوة. حتى شفنا مش العائلات السريه وبس يعني شفنا مصطفى كامل خد ليسانس الحقوق من مدرسه الحقوق في مصر وخد ليسانس حقوق من فرنسا صحيح. كويس فدي طبعا كانت يعني احنا دوله كنا تحت الاحتلال فكره ان احنا نتعامل مع الغرب دي كانت فرصه مم. كويسه الى جانب انه احنا كنا متاثرين شويه بالبعثات اللي ارسلها محمد علي وإسماعيل لدراسة مم. في الخارج لأنه الناس اللي درست في الخارج قدرت إن إيه هي تاخد أعلى المناصب في مصر. صحيح، ودرس إيه في أكسفورد؟ هو درس تاريخ. مم. كويس؟ وفي الحقيقة طبعًا هو يعني إيه يعني آه فكري أباظة وهو طبعًا فكري باشا أباظة كان رئيس تحرير مجلة المصور، كان بيصف بيقول إن هو يعني هذا هذا الرجل اللي درس في الخارج هذه الدراسة لكن مع ذلك هو راجل صعيدي يعني مم. شديد، مم. كويس؟ طالع من أسيوط، اداله إيه له نوع من أنواع يعني التمازج الغريب كده في الشخصيه فخلاه يعني إيه يعني عنده عنده فهم ومعرفه لكن مع ذلك عنده محافظه على التقاليد مم. ثم اصبح محافظ اما وأزب... مصر. آه أصبح محافظ لل... لل... للبحيره ثم محافظ الفيوم وبعدين ابتدى يدخل في التشكيلات ال... الوزاريه لكن هو في الحقيقه حياة... امتى دخل السياسه بقى المصرية حقيقه هو في واقع بس الناس ما بتركزش عليها شويه ان هو تم نفيه مع سعد النفي الاولاني لسعد اللي هو حصل في مارس 1919 مم. الانجليز نفوا اربع شخصيات سعد زغلول، حمد الباسل الباشا، اسماعيل باشا صدقي، محمد محمود باشا مم. في الحقيقه في بعض المراجع التاريخيه مستغربه ليه الانجليز نفوا اسماعيل صدقي ومحمد محمود؟ ليه؟ يعني ما فيش تحديد هم ليه؟ لانه كان مشارك حقيقه في الحركه الوطنيه وكان وقودها الحقيقي في هذا التوقيت مم. اللي هي الفتره من آه نوفمبر 1918 اللي هو الثلاث مصريين اللي راحوا قابلوا السير وينجت اللي هو مندوب بريطانيا في مصر قالوا له احنا عايزين نعرف ليه انتوا ناويين تعملوا ايه مع مصر مم. كويس دول ثلاثه اللي هو عبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وسعد زغلول لكن اللي قاد بعد كده وبيته اصبح اللي هو بيت الامه اللي هو يعني تحول م. من بيت سعد الى بيت الامه اللي هو سعد زغلول واللي قاد الحركه الوطنيه هو بالفعل، لكن ليه محمد محمود في حياة ما يعني ايه ما حدش يقدر يحدد، لكن هو نفيه نفيه مع سعد اداله قوه شديده، وبعد كده هو طلع مع سعد برضه في اوروبا وابوه كان بيقود الوفد هنا هو في مصر يعني كان من ضمن الناس القيادات اللي بتقود الوفد في مصر اللي هو محمود باشا سليمان ازداد له قوه، لكن هو على اثر خلاف مع سعد في سنه 21 انسلخ مم. منه انسلخوا من الوفد هو ومجموعه واسسوا حزب اسمه حزب الاحرار الدستوريين. الدستوري. بمناسبه الاحرار الدستوريين التاريخ بيقول ان محمد محمود هو اللي عطل بالكامل دستور 22، ازاي؟ دستور 23. مم. هو الدستور 23 هو الفكره كلها بص عايز اقولها، هو في سنه 28 هو معلش بس عايز اقول لك ان هو اتولى بقى وزارة المواصلات كوزير، وتولى مم. وزارة الداخلية، وتولى وزارة المالية، وكان من الطبيعي إن الوزير يتولى أكثر من وزارة لهمش دعوة ببعض، لأنه في العادة الوزير في مصر في التوقيت ده هو إن كان بيبقى وزير سياسي، المفروض إنه بيحصل مم. انتخابات، بيحصل بياخدوا أغلبية، بتيجي الوزارة تشكل، مم. فبيبقى هو إيه؟ وزير وزير سياسي، اللي يدير الوزارة هو وكيل الوزارة، أعلى. اللي هو بيبقى وكيل وزارة الدائم. مم. كويس؟ بيبقى هو ده الفني اللي فاهم في الوزاره، اما الوزير فما بيبقاش و... بيبقى فا... ما بيبقاش فاهم قوي، فهو كان من الطبيعي ان هو يعني ايه بيجي بينفذ بس السياسات العامه لحزبه. فهو كان وزير مواصلات وماليه و وزير داخليه وعد وزير خارجيه بالانابه. في سنه 28 جه رئيس للوزراء. اللي حصل ببساطه شديده هو كانوا الاحرار الدستوريين عامل تحالف مع الوفد من أخ من اواخر عهد سعد زغلول لما توفى سعد زغلول استمر التحالف ده لكن انشقوا عن النحاس باشا النحاس باشا كان يعني ايه المفروض ان حزب الوفد هو اللي بيشكل بشكل الوزاره وهو اللي له الاغلبيه البرلمانيه زي صوره محمد محمود امامنا اه دي صوره محمد باشا محمود ايوه اتفضل كويس اللي حصل انه هو جه رئيس للوزاره بعد النحاس باشا، مم. اغلبيه البرلمانيه لحزبه اللي او الكتله اللي هو عنده ما يزيدش عن 35 صوت، والوفد ليه اكتر من 200 صوت. مم. فوضع طبيعي ان هو كان عايز يعطل لأن مم. البرلمان لان البرلمان هيفضل كل يوم والتاني يساله، هي دي طبعا خطا <applause> وخطا قاتل ان هو يقوم بيه، لكن مم. هو بالنسبه له دلوقتي لا انا انا مش عايز، هو اللي عمل ايه؟ اجل البرلمان لمده شهر. ايوه. ودي يعني حكايه برضو مهمه جدا انا يعني عايز يعني عايزين ناخد دقيقه نحكيها وبعد كده قال لك ايه احنا هنأجل البرلمان لمده ثلاث سنين بقى خالص كويس لما تأجل البرلمان لمده شهر هم. النواب قرروا ان هو قبل ما يخلص الشهر ده يجتمعوا فمحمود باشا بسيوني وده على فكره ليه شارع برضو في المنطقه بتاعت التحرير باسم محمود بسيوني بزح. بعت خطاب لمحمد باشا محمود باعتباره وزير داخليه لان زمان في العاده وزير رئيس الوزراء كان بيحتفظ بمنصب وزير الداخليه ليه يعني يجمع ما بين الاثنين كويس فهو بعت لمحمد باشا محمود قال له احنا عايزين البرلمان يجتمع أيضا. وان انت تمكننا من ان البرلمان يجتمع فهو بعت جنود بوليس حصروا البرلمان لمنع هذا الاجتماع فالنواب خدوا بعضهم وراحوا اجتمعوا في حته غريبه جدا في بيت مراد باشا الشريعي هو كان ساعتها بيه ما كانش باشا يعني اللي هو جد عمار الشريعي ايوه بيته كان في شارع محمد علي امم كويس هو يعني المصادفه ان عمار الشريعي دلوقتي حتى ساكن قدام قصر محمد علي في المنيا صحيح كويس بس طبعا هم شارع محمد علي ده كان شارع محمد علي الكبير فالمهم هم راحوا اجتمعوا في البيت ده هو وخدوا قرارات فعليه بس هو الفكره ده يقول لك ايه ان كان في نواب محترمين م. بس عندهم يعني ايه يعني لازم ان احنا نجتمع يعني لازم ان احنا نجتمع لكن م. هو بالفعل عطل عطل البرلمان واخد بالك وبالتالي تعطيل البرلمان كان بيعمل نوع من انواع الهدوء في كل الحياه النيابيه المصريه م. لانه النائب البرلمان هو اللي يقدر ان هو يسال الوزير عملت ايه وسويت صحيح. ايه وممكن بس اكيد هو سحاب كان سحاب عنده اسباب وراء تعطيل هو اسباب شوفي اسباب لشخص في الحكم لكن م. اذا كان هو خارج الحكم كان هو اول واحد حينادي بعدم تعطيل البرلمان لان هو ممكن ان هو يبقى هو نائب الكتله بتاعته هتبقى نواب ما هيتم حرمانهم من اشياء يعني انت عارفه و... الاشخاص في المكان كان... غير الاشخاص بره المكان صحيح والاسباب كانت ايه؟ تعطيل البرلمان؟ ما انا بقول لحضرتك هو الفكره كلها انه هو ما كانش عنده كتله برلمانيه ما كانش عنده كتله يعني يعني اسباب هنا حول اسباب شخصيه كثير. اه ما هو هو مش عايز مش عايز دوشه البرلمان ده م. برلمان وفدي وتم القطاع الملك فؤاد اطاح بحكومه الوفد م. فهو حي... هو جاي عنده اغلبيه بقى... عنده اعضاء في البرلمان 35 واحد <applause> والوفد عنده 200 واحد يعني ثاني حي... يوم هيسحبوا منه الثقه ايوه تاني <تبتزي> يوم هيشيلوه <applause> هيفضلوا يقولوا انت ليه عملت ده وعملتش ده وكان رد فعل الوفد ايه في الفتره دي؟ طبعا ب... شوفي يعني هذا الشعب في هذا التوقيت وطبعا الشعب المصري يعني شعب الجينات بتاعه بتحكمه في في احيان كثيره يعني هذا الشعب في هذا التوقيت كان شعب يرفض تماما الحكايه دي كان عنده استعداد يقاتل من اجل يعني عوده عوده البرلمان بتاعه والنواب نفسهم كان عندهم استعداد ان هم يقاتلوا من اجل عوده هذا هذا البرلمان فطبعا الحزب كل الاحزاب اللي كانت موجوده في هذا التوقيت احتجت وحاولت ان هي وعملوا من ضمن الاحتجاجات ان هم راحوا اجتمعوا في بيت الشرعي كويس وحاولوا ان هم ياخدوا قرارات وحاولوا ان هم يرجعوا مره ثانيه لكن طبعا بتبقى ايه ساعات القوه القاهره اكبر م. بكتير يعني طب المفاوضات اللي تمت سنه 36 واللي انتهت بمعاهده جلاء الاحتلال الانجليزي عن مصر كان دوره ايه فيها؟ والله شوف هو محمد محمود ما كانش له دور قوي في هذا الامر بس انا كنت عايز بس اعمل اشاره لحاجه مهمه جدا في حكم محمد محمود لما كان رئيس وزراء اتفضل استاذنك بس اتفضل اول حاجه في عهده حصل شيء في غاية الأهمية إحنا النهاردة بنشكره عليه والنهاردة بنحييه ونحط تحت كلمة تحية ليه 30 خط م. عمل في 29 في مايو مذكرة تفاهم للمندوب السامي البريطاني م. وقال له فيها كلموا فيها على المية النيل ودي تعتبر اللي هي مذكرة أو الاتفاقية بتاعت المية اللي إحنا بنعتمد عليها حاليا في إن إحنا نقول لأثيوبيا أنت ليه بتعملي منشآت على النيل؟ م. ليه ب... ولما يكلمونا نقول لهم لا ده احنا عندنا اتفاقيه، الاتفاقيه دي هي عباره عن مذكره هو بعد خطاب مذكره الى مندوب ال... السامي من بريطانيا يتكلم حوالين فكره بريطانيا كانت محتليه مصر والسودان، لكن كانت مهتميه جدا بالسودان في منطقه السودان بان هي ان تزرع اراضي في منطقه الجزيره هناك وبالتالي كان في ميه بتتاخد اكتر. كويس فتقرر ان هو يتعمل تنظيم للحكايه دي بحيث انه حتى ان السودان تبقى تابعه يعني في حكايه الرأي لبريطانيا لكن تدي حقوق لمصر في مساله الرقابه على المنشات اللي تقام على النيل على اساس ان السودان كان هيتعمل فيها خزان والخزانات اللي ممكن تقام مستقبليا عشان ما تاثرش على حصه مصر في مياه النيل في هذا التوقيت هو عمل هذه المذكره ويمكن حتى بعض المؤرخين ومنهم الرفعي كان بيرى ان هو بما معناه ساهم في انه إن السودان تستقل عن مصر من الناحية المالية وإن هي تبقى أكثر قربا من يعني من بريطانيا لأن السودان كانت تابعة لمصر في هذا التوقيت، لكن في الحقيقة إحنا هذه في هذه اللحظة في هذا الوضع اللي إحنا فيه لما دول الجنوب بيتكلموا على أي حاجة بنقول لهم لا، إحنا عندنا معاهدة موقعينها مع بريطانيا مذكرة تفاهم وهم موافقين عليها كويس وهي دي اللي بتدينا الحقوق في حصص مياه في ان احنا نراقب الانشاءات اللي بتحصل على النيل ان الحصص دي ان الانشاءات دي هين لا تؤثر على حقنا في الميه مم. كويس وده موضوع خطير جدا وهو اثيرت السنه اللي فاتت في ضمن المشكله المشكله دي هي حضرتك وده على فكره يعني ايه كان كان ادعى ان هو يدفع باسم محمد باشا محمود لل يعني ايه مره تانية للسطح يعني لكن هو في الحقيقه يعني ايه ما حصلش هذا الامر يعني نرجع تاني ل